بضمها. انا صار لي شي 3 شهور كل يوم بجتمع مع الاس او اس، كل يوم بيقولوا لي محمود ومحمود ومحمود، فكنت متوقع يجي لعندي محمود، عم جابوا لي محمود طلع اطول مني. قديش في فرق؟ لا يا زلمه ما خرجنا نعمل شيء مع بعض. لا طويل، انا متعود هيك لقياسات. لا طويل. اهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك محمود. وبدي اقول لك نيالك شو بيحبوك بالاس او اس، يعني سواء الاساتذه او يعني المشرفين والموجودين والمقيمين بالاس او اس كلهم كثير بيحبوك، فشو سر هاي المحبه؟ طبيعه تعاملي معهم، عفويتي. يعني دارس الموضوع انت؟ طبعا. مو على هيك، مو على الصدفه. لا محمود اهلا وسهلا فيك معنا بضمه. بعرف انت عم تحضرنا كنت كل الحلقات ونحن متحمسين كثير لحتى انت تكون معنا صدقا. بتعرف شو ناطرك اليوم؟ انا ما بعرف شو ناطرني، بس بعرف انه في طلال ممثلي. طلال وبحب تمثيله كثير. ليش طلال مارديني تحديدا؟ تمثيله قوي، عنده موهبه غير التمثيل، انه بيكتب مسلسلات وبيحب التنوع اللي ايوه، وبيقدر يلبس كل الادوار، يعني عنده تنوع بكل الادوار، هو مضحك، قاسي، كوميدي كل الانواع، يعني تمثيله كثير حلو. طلال ناطرنا جوا، خلينا نفوت لعنده. نحن رح نقعد ندردش شوي مع طلال، بس بعد الدردشه في عندك تشالنج مو سهل، بدك تكون قدها. تمام. تفضل يا ابو حميد. والله بعد طول انتظار اجتمعوا احلى شبين، اهلا وسهلا فيكم معنا، والله يعيني على هالجمعه. وشو بده يطلع لي انا معكم؟ انا بالعاده مع طلال مارديني لحاله ما بيطلع لي، طلال وحموده مع بعض انا شو بدي اعمل بهذا اللقاء؟ اهلا وسهلا فيك حموده. كيفك؟ تمام الحمد لله. شلون الامور؟ ماشي الحال. طلال مارديني ليش هيك بلشت عجيب بعض الحاله؟ والله ما انا ما بيطلع لي يعني. والله الجمعه. هي الجمعه بدي اشوف، بس هذا مو من القلب لانه من جوا انا خايف. لا يا زلمه صدق انا ما بيطلع لي، يعني انا معك لحالي اوقات بتضوعني يا زلمه. شلون اذا كان في حدا بيحبك وسند؟ حموده شيخ شباب حموده. نحن اثنين حنضيعك. قبل ما نبلش تصوير نحن ثلاثه مع بعض، كنت عم صور انا وابو حميد برا، فقلت له ليش طلال مارديني؟ قال لي بحب انه متنوع وانه بيقدر يشوفك باكثر من مكان. فعليا انت من بدايه دخولك الوسط الفني ولليوم كل سنه بتستهدف هذا الجيل، يعني بتستعمل اعمال جريئه ببعض الاوقات، وببعض الاوقات الثانيه كثير بتعمل اعمال لايت لطيفه لجيل حموده، للاصغر شوي للاكبر شوي من ايام الدراسه والى اخره. محبه هذا الجيل لإلك مقصوده مخطط لها؟ اكيد طبعا، يعني اكيد. ليك لما انت بدك تستقطب جيل مثل جيل الشباب، على فكره الدخول لهذا الجيل بيكون كثير صعب اكيد وكثير متعب، اصعب انك تقدم لفوق 30 لفوق 25. فبالتالي انا بحب كثير محبتهم هذول الناس، حتى في بعض الاحيان زملائي بيقولوا لي انه انت كل اللي بحبوك تحت ال 25، هذا الشيء بيسعدني جدا. لا اوقات حتى بيقولوا تحت ال 20 وهيك، ما بتخيل اذا كان تحت ال 10 بيسعدني اكثر واكثر، لانه من الصعب جدا انك انت توصل لعقول هذا الجيل. تمام. ف وما بتتخيل قديش حتى يعني ما شاء الله حموده شاب، بس ابتسامه الطفل، يعني الطفل تحت ال 10 سنين او تحت ال 15 سنه كثير بتعني لي، يعني لما بشوفني بالشارع او باي مكان. فبالتالي انا فعلا كثير بحاول اني اكون قريب فعلا من هذا الجيل، رغم انه مهنتي بتتطلب علي اني احيانا اكون باماكن ثانيه في اعمال لكل الفئات العمريه، لكن انا بالنهايه بحب اني اكون مع هدول ما شاء الله، يعني جيل حموده وتحت. يعني